السلام عليكم، معكم لاجونس نزاره بين العقار. دير النظر نهار غنغدي حي الجوطيه، وبالضبط اون فاسيتا دات ايجن تدات جديد تمنزا سجن فينيسيون الصباح تدات قا ار بلس ان ديس ديال المساحه 85 متر. تاد الدخله انت دات غنغسو ديس النج غنغطو طال سكوشي غنغ صالون ثلاثه نبيوت نيضس اثنين دوتشات الكوزينه ذا الكاراج بلس رباتيو. تا الدخله انت دات سوا دي قاتوز دي سربيت ثاني تاتي غدخله خوزر مضنغ عصر كازي غبارة غانا كوزينة ذر باتيو ذر الكاراج ذي جندود شذا بالنسبة السفلي ذي بروميير ايطاج ذيس اثنين بيوت ذر حمام ذر صالون ذيس بالكون ذي هداث الداث قد جدي عماس وذيغ وغاس المحافظة نس يعني ذي هداثة تمنزا س المحافظة سيجن التامن مناسب وذاني غير جل غارض خصنا تسغنشان تدات جدي هذي التامن مناسب أمشاني الصباح أكين اغتصل ندير نمرو النغ تاد كوزينة غاسي جن طواثن ألمنيوم كوليس على سجا خلاكور خرباتيو بالنسبة تاد ثامن مشنا 85 متر محفظة تمن ربيع النس 78 مليون سنتيم تمن ربيع بروميير ايطاج ستحفيظ سكوشي 85 متر تمن 78 مليون سنتيم وهذا تمن ربيع إذا ومنتيش وني غير جا الغرض أكين غير تصل حتى وذاني يوزن تقني هنيشان الإشهار إشان العقار قطغاس نخسنا الزنزن غاس كن تقييم نغ الإشهار أكين غير تصل ندير النمر نغ 0644 0170 00 تا دوت شات راح سودي الدروج رخوان قاعدين إن شاء الله باش نخزا بروميير ايطاج نتاتي الدروج قاعدين سمارمو وغنق حتى يجنربيت ديال الزقات وغتوخ حتى ديال الزقه ديال يجنربيت خوان قاعد غبروميير ايطاج من شنو ديال سنين البيوت حمام الصالون تا الدخله غنق خفوسين نغي جنربيت دوتشا اون فاس نغ ديال يجنربيت نوني سبالكون ديال نيتاتي الصالون غاسترين كوازي غبار ديكوراسيون ديال السقف سرجبس الكوازا الومنيوم لي ريدو الكتريك كما قلنا اليوم هاد الدار هادي كتباع في حي الجوطيه في مدينه الناظور المساحه ديالها 85 متر محفظه والثمن ديال البيع 78 مليون سنتيم. الناس اللي عندهم الغرض باغي يشريو دار جديده بالمحافظه بكل شيء وباقي نقيه عمر ما تسكنات كاين فيها البالكون هنا كما كتشوفوا فيها ثلاثه البيوت وواحد في السطح كاين الصالون جوج الحمامات الكوزينه الكراج ولاكور الدار عندها المحافظه ديالها وكل شيء. فاللي عنده الغرض بهاد الدار هادي ولا هو باغي يدير الاشهار ولا التقييم عندو شي عقار ديالو بغا يبيعو يدير له الاشهار الرقم ديالنا راه كنخليو لكم في اسفل الشاشه دائما ولا كما شفتو دابا غادي نطلعو باش نشوفو هذاك البيت اللي كاين كما قلنا في السطح الوغ الاثمنه راه عطيناها لكم الدار 85 متر كاري ثمن 78 مليون سنتيم بالمحافظه ار بلس ان اللي عنده الغرض يتصل بنا. احنا بعدا راه وصلنا لاخر الفيديو ديالنا نشوفكم في فيديو جديد مع عرض جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الناس اللي باغيين يجيو عندنا لاجونس ديالنا، لاجونس ديالنا كاينه في حي النعناع اقامه ايمن في الريتشوسي في السفلي كما كتشوفوا هنا. هذا هو الشارع حدا المسجد ديال التقوى المسجد ديال النعناع مور العماره فين كاينين حنا كاينه الثانويه ديال الناظور. هنا الطريق ديال تويمه انفاس معنا هنا كلينيك الدكتور مصطفى حدا البنك الشعبي الكبير. هذا هو الموقع ديالنا بالضبط.